قدم لكم برنامجنا وخير الهداية والقرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يا ذا القوة يا مولاي لا يجوز.
السلامة. احنا بنحبك يا ماما. عارفة ليه؟ انا بحبك. عارفة ليه؟ شايفة ارضك؟ عشان انتي مصر. ارض عزة وارض نصر. ارض ابويا وارض امي. حبي ليكي شيء في دمي. مهما شل مهما قرب مهما ابعد مهما قرب انتي زي ما انت جوه قلبي بألف جوه حضنك بيت كبير جوه ارض خير كتير بس راح فين الضمير فين يا مصر فين هزوم فيكي الوحوش واللي عندك مين يحوش يا مصر قومي يابا وما تخافيش قومي يابا وما تخافيش بكره جاي ما تقلقيش احنا بناكي براحنا احنا وياكي بفرحنا مهما قال مهما قالوا احنا مش فارقه معانا انتي في ايدينا يا بابا ما احنا بنحبك يا مصر ما احنا بنحبك يا مصر ما احنا بنحبك يا مصر مع القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. نشكركم على حسن استماعكم. كانت معكم طالبه ندى اسماعيل تحت اشراف اسره اللغه العربيه. الى اللقاء في اسبوع قادم باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.